حكايات قصص من واقع الحياة. هل تزوج محمد وزيري من هيفاء وهبي؟ المنتج يرد بنفسه. أثار المنتج المصري محمد وزيري حيرة وتساؤلات متابعيه بشأن علاقته بهيفاء وهبي بعد العديد من الشكوك التي طالت علاقتهما أثناء عمله مديراً لأعمالها. فبعدما نفى وزيري في ديسمبر الماضي زواجه من هيفاء، نشر صباح اليوم صورة قديمة تجمعه بالنجمة اللبنانية، وأثار حيرة متابعيه بالتعليق الذي أرفقه للصورة عبر حسابه بموقع إنستغرام، والذي أوحى من خلاله بوجود علاقة حب بينهما إلا أنها باءت بالفشل، إذ كتب: أيام ما كان في فالنتاين كل كدب في كدب في كدب كمان مرة، هيعيش يفتكرني، مفيش حد بيحب حد، كل كلام فاضي. وأغلق خاصية التعليقات على الصورة. وكان وزيري قد جدد نفي زواج من هيفاء وهبي خلال رده على سؤال طرحه أحد متابعيه قبل نحو شهرين، وذلك بعدما أتاح وزيري لمتابعيه استخدام أسئلة القصة أو الستوري في إنستغرام، فسأله أحدهم: يا خيي ليه ما تعلنوا أنه أنت وهيفاء متزوجين؟ والله رح ننبسط. فرد عليه وزيري بالنفي قائلا: عشان مش حقيقي. وكانت هيفاء وهبي قد نفت ما تم تداوله مؤخرا بشأن زواجها من وزيري، وأكدت أنها لن تخبئ هذا الخبر عن جمهورها في حال حدوثه. وغردت النجمة اللبنانية عبر تويتر في 29 من مارس الماضي قائلة: الزواج خبر سعيد، واحترامي لجمهوري لا يسمح لي أن أخبئ هكذا حدث، ولكن ومن الآن وحتى يحدث ذلك أعلن أني لم أتزوج، بمعنى أنني لست متزوجة، يعني ما تزوجت، يعني ماني مزوجة، إن فهمت ولا بعد. أطلب من مروجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين. وفي أعقاب نفي هيفاء، وفي الرابع من أغسطس استقال وزيري من إدارة أعمال هيفاء وهبي بعد الانتقادات التي طالته من قبل متابعيها، وذلك بسبب انتقاده فرقة مشروع ليلى المثيرة للجدل في لبنان. وأصدر وزيري بيانا توضيحيا قال فيه: هيفاء حبيبتي، انت عارفة كويس اني دايما عايز لك أحسن حاجة، وما يهمنيش غير مصلحتك، وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص. وأضاف: وعارفة كمان أني عمري ما كنت مدير أعمال حد، وبعمل كده معاكي عشان أنتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل، بس يكفيني أشوفك مبسوطة، وعشان اللي شفته منك ومعاكي وقلبك النظيف واللي بينا يخليني أجيب لك الدنيا تحت رجليكي. وتابع قائلا: وعلى قد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة، ومرضاش بسبب جمهورك يهاجمك، وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه، وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقلي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسا. وأردف قائلا: وأهلي اللي تبهدلوا كرامتي وإهانتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميا أنا ما بقاش ليا أي علاقة بشغلك، بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وحخاف عليكي. ومن اللافت أن وزيري هو منتج فيلم هيفاء وهبي الجديد أشباح أوروبا، الذي من المنتظر الإعلان عن موعد عرضه، ويشارك هيفاء في بطولته كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد والشريف يسري وإخراج محمد حمائي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. حكايات قصص من واقع الحياة.